اخوان لا تزعلون من عندي عافية، انا اعتذر من عندكم كلش، اعتذر من عندكم واحد واحد. باسكال قلبي انا هم اعتذر من عندك. تسلم باسكال، يعني انت سامحتني ها؟ اخوان لا تسوون هيك، اهل مرة ما يقبلون بي لان ما عندي فلوس، لذلك انا سويت هيك، اعرف هذا الشيء غلط بس ما تحملت، غلطت شو اسوي؟ تمام ابني تمام، انا كنت اتوقع هالسوالف من سنان، بس انت ابد ما كنت تنتظر من عندك هالشيء. صدق هذا سنان اللي تقول وينه؟ عمو سنان قال خوش حكايه، الفلوس وسخ دنيا، انا ما اريد هالفلوس. قال من ورا هالفلوس اقرب صديق لنا نصب علينا، قال بلكي اني هم اروح ورا الشيطان واخرب نفسي، حلال عليه. اي والله صح، ما طلع فاسد مثلي، طلع ابو غيره، باعوه رفض الفلوس، قدر يتغلب على كل الطمع مالته. دقيقه دقيقه دقيقه، هذا سنان اللي انا اعرفه، هذا السختشي النصاب القفاص الكلاوشي القمرشي سنان ها؟ السلام عليكم. هلا بيك عمي، محتاج تاكسي؟ لا لا اخويا مو هيجي، انا مضيع الكنب مالتي وهيجي لونه عسلي، واكو قلاده برقبته من حديد، انا مخليها برقبته ومكتوب اسمه عليها، وعنده اربع رجلينات وذيل، وصار لي يومين دا ادور عليه ما خليت مكان. باسكال هذا الشايب دا يسال عنك، انت تعرف هذا الشايب؟ يا مو هذا باسكال هنا، هذا الكلب مالتي. باسكال باسكال ابني شلونك؟ انت زعلان من عندي لان انا ضيعتك مو؟ عفية لا تزعل، انا كلش كبرت بالعمر، رجل بالقبر ورجل بالدنيا، يلا قوم خلي نرجع على بيتنا. باسكال ترى اذا ما تجي والله انتحر. باسكال باعوا دا تشوفون يا اغبياء، طلع صاحب الكلب. شباب كان اكو مفتاح بالقلادة اللي لابسها، لقيتوه للمفتاح؟ اسألكم انتو لقيتوه شي؟ عمو احنا اخذنا المفتاح وطلعنا الجنطة من القاصة، هاي هم. ايه وهذول الاغبياء صرفوا شوية من الفلوس واني هم. يا ابو ايه صحيح صرفنا لنا شكم فلس، يعني شلون تتصرفون بفلوسي هالشكل؟ انتو تعرفون انا شلون جمعت هاي الفلوس؟ اشتغلت سنين وسنين وتعبت، متت من التعب، وهاي فلوسي كانت مال التقاعد، يعني فلوس الكفن مالتي. كفن؟ ايه كفن. تمام عمو، بس ايش كم متر تريده هذا الكفن مالتك؟ انا متقصد اريده شويه طويل يكون. عمو تقاعد ايش؟ انت من وين متقاعد؟ منين؟ انا متقاعد من دائرة الضرائب ابني. الضرائب يطبعون كوم فلوس، هذا الشايب هم طابع الفلوس ما التقاعد مالته، هيش الظاهر والله. المهم ما أطول جنبتي عندكم، أنا حيل أشكركم هواية، يلا أشوفكم بعدين في مال. عمو سامحنا ها شوية صرفنا يعني. بالعافية عليكم ابني وحلال عليكم. ترن 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 شباب ترن، أنا دا أتذكر واحد كان هنا عندنا يقول ترن ترن. سنان 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 ها أخوان يلا قوموا يا أبو انهزموا. أنت سوق على السيارة عارف. يا أبو لحقوني. تعال وقف وقف وقف، تعال هنا. الاسم تعالك عارف. إيه انتو ما تخجلون، مو عيب عليكم تضربون رجال كبير؟ مو عيب عليكم؟ ايه صح هذا رجال كبير، انا ما اقدر اضربه والله، انا هم ما اقدر اضربه. وركم اغبياء شنو كبير؟ ماذا تشوفون؟ هذا سنان. لك هاي ليش حج نعمان يا ابو؟ ايه هسه يصير. يا ابو يا ابو ضربوني. اخ ضربوني على بطني اويلي. اخ وين على اساس يجون؟ وينهم هذول؟ خابرهم خلي يجون. تمام عيني تمام، اهدأ هسه راح اخابر. انتظر من تحكي لا تقول عندهم سلاح، وهاي قول اجا صاحب الكلب وقنعهم يجيبون جنطة الفلوس. هم هيك راح احكي، واذا وياهم جنطة الفلوس اخليهم يجيبوها. اخوان هاي الفلوس خربت اخلاقنا كلنا. تليفون تليفون اخويا نوري. الو اخويا نوري تفضل. نعمان بعيني حسألك شيء وجاوبني بصراحة، اكو وياكم جنطة بيها فلوس لو لا؟